passera par la suite. بسم الله. On a plutôt tendance à ربنا associer spiritualité اهدينا سبل et السلام يا سبع. quatre essentiels. Voilà quelle est la يا ايها raison الذين امنوا pour لا cette تتخذوا بطانه من دونكم من دونكم. ثم كان اللي مش بيدك واخوك والاختك فقط. الاخرين ارجو بعدهم عليك. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم والخفي هذا ما يعرفونه ربي يعلم السر وخفى وما تخفي صدور الله يتكلم مش مخلوق بل الخالق وحده يعرف سر كل مخلوق يكون الكترون يكون مجره يكون بدايه بشريه نهايتها البعث الحساب كله عند ربي معروف بالمطلق بالتمام والكمال. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر يعني في المكر والشر والخبث والتآمر. يقول لك مؤامره نعم اخي بنو اسرائيل معروفين المؤامرة كلما أوقدوا نار الحرب يطفئها الله هذه مؤامرة يطفئها الله تعالوا توبوا الكلب النات نتنياهو ما ينجمش الرئيس السابق للولايات المتحدة ما ينجمش يدعو إلى حمقه ويبدأ الحرب ضد إيران اللي يتمثل نوعا ما الإسلام في هذه الأيام. على كل حال تبقوا وعدوا لهم ما استطعتم من قوة تبقوا صفوفهم مرصوصة تبقوا العلماء اللي عندهم علماء يسعى في سعي بارتقاء بحال إيران سواء كان اقتصاد سواء كان صناعة حربية يتعب شيء كبير. إذا قارن هؤلاء بالكلام اللي يدعون أنهم حماة الإسلام من السعودية وأنت ماشي نسأل الله السلام ولا قطر قطر حتى يد منها وحتى يد منها وزاد اليوم كان عيد عندهم هما رضاوا عليهم الأربع السقاط اللي في مصر والإمارات والسعوديين والبحرينيين المفسدين اللي قاعدين يعانيوا من فساد الظالمين يكونوا شيعة ويكونوا سنة عندنا يستوي الأمر اللي بيفادة مازال فيهم الناس اللي قاعدين يجالوا فمهم مضطهدوا بالليل والنهار مازال فيهم ريحة الإسلام يغيروا على رسول الإسلام يعتنيوا بأحاديث صحيحة لرسول الإسلام عليه السلام يعطيوا القرآن قدره بقدر الإمكان وتمشي وسع